تطور جديد، أعلنت وكالة يوروجيوست للتعاون القضائي الأوروبي أن السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وحدت تحقيقاتها في قضية غسيل الأموال في لبنان، وجرى تجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو وتجميد أصول عقارات في ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى عدد من الحسابات المصرفية. وكالة يوروجيوست أشارت إلى أن التحقيق موجه ضد 5 من المشتبه في اختلاسهم أموالا عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و2021، وفي حين لم تذكر الوكالة أسماء المشتبه فيهم، ورفض متحدث باسم الوكالة تزويد وكالة رويترز بأسمائهم على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا أن وكالة رويترز أشارت إلى أن أحد المشتبه فيهم هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناء على رسالة من المدعي العام في ميونخ يفيد بأن تصريح وكالة يوروجيوست يستند إلى التحقيقات المرتبطة بحاكم مصرف لبنان، حيث يجري التحقيق في أصل ثروته في 5 دول أوروبية. وأشارت الوكالة إلى أن دبلوماسيا في أحد الدول الخمس حيث جمد عدد من العقارات، أكد لرويترز أن عددا من العقارات المجمدة مرتبط بالتحقيقات المستمرة بحق حاكم المصرف المركزي وشقيقه رجا سلامة. خبر وكالة يوروجيوست ومواقع الأصول المجمدة يعيدنا إلى التحقيق الاستقصائي الذي أجراه موقع مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع موقع درج، إذ تقاطع الأصول المجمدة مع الأصول التي كشف التحقيق الاستقصائي ارتباطها بحاكم مصرف لبنان ومقربين إليه. يشير بيان وكالة يوروجيوست أن عقارات تم الحجز عليها في ميونخ، وهو ما يتقاطع ما نشره الموقع في آب 2020، قيام إحدى الشركات المرتبطة بحاكم المصرف المركزي في لوكسمبورغ بشراء عدد من العقارات في ميونخ. يشير البيان أيضا إلى حجز أموال بقيمة 11 مليون يورو في لوكسمبورغ، وهو ما يتقاطع ما توصل إليه تحقيق OCCRP عن مساهمة الحاكم في 3 شركات أوفشور في لوكسمبورغ، وهي BR Invest، Fullwood Invest وStockwell Investment. يقول تصريح الوكالة أن عقارات حجزت في باريس وقيمتها 16 مليون يورو، وهو ما يتقاطع وقيام شركة مرتبطة برجا سلامة تدعى ZEL بشراء عدد من العقارات في باريس. وعلمت الجديد أن المدعي العام التمييزي كان قد راسل الجهات القضائية الأوروبية وطلب وضع حجز احترازي يضمن حق الدولة في الأصول المجمدة في حال ثبت ارتباطها بقضية غسيل الأموال واختلاس أموال عامة.